حرام أكون في وسط هذا المكان، في وسط هذا الجمال، وما أقول ليتك معي، صح؟ فليتك معي، ليتك معي، ليتك معي، صراحة يعني، ليش؟ لأن المكان يستاهل، يستاهلس. الشجيرة هذه، ترى ولا شيء، ولا شيء، باقي جوا هناك، باقي جوا، بس أنا خايف يطلع حيوانات. باقي أبغى أروح الممرات هذيك. حرام. ليتك معي، ليتك معي، نارك ولا جنات هذي، ونارك ولا جنات هذي. واو، وش اللوفلي بوي سام ولارا مجان بيه ما تنشن أو سام. Let's get this party started. Hold up, wait a minute. Salute. صلوا وسلموا على نبينا محمد. انا شخص مبتدئ في اللغه، وجاني شخص قال لي كم رقم جوالك بالانجليزي؟ كيف نسال ذا السؤال بالانجليزي؟ اول شيء نقول واتس يور فون نمبر، وات از يور فون نمبر، ما هو رقم هاتفك او جوالك؟ فاذا راح اقول اتس 0338847، هذا طبعا رقم من كيسي، واضح الفكره؟ 0338847. الطريقة الثانية إني دائما الأصفار أنطقها O، الأصفار أنطقها حرف O اللي هو بالإنجليزي O، فأقول مثلا What's your phone number؟ أنا أجاوب أقول O338847. الطريقة الثالثة أبحث عن الأرقام الشبيهة عندي في رقم جوالي، ها رقمك مميز حركات، فأقول O مثلا عندي 3 3 أقول 3 3، عندي 8 8 أقول 8 8 4 7. مرة ثانية تصير O 3 3 8 4 7، أسرع وأسهل. الله أنا مرة مميز. نفرض أن في رقمي عندي 3 8 وراء بعض، فنقول O 3 3 8 8، تريبل بمعنى 3 أضعاف، 8 8 4 7. مرة ثانية O 3 3 8 8 4 7. كل واحد تدرب على رقمه عشان لو بكرة أحد سألك جوالك ما تتعتع وتجيب العيد وتحس أنك مهزوز. كيف أقول طيب 4 أضعاف؟ رقمي فيه ما شاء الله علي أنا 4 أربعات وراء بعض، فأقول O 3 3 اللي هي دبل يعني مرتين، دبل 3، ثم عندي 3 أضعاف للثمانية فأقول إيش 8 8، ثم عندي 4 أضعاف للأربعة أقول كواجربل، كواجربل 4، كواجربل 4، كواجربل 4، كواجربل، 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 دي ار صارت جر، كواجربل. حلوين. اذا او 3 3 8 8 كواجربل 4 بعدين 7. اذا رقمك بعد حي فيه 5 أضعاف انت لست من طبقتنا، قول لهم رقم. عرفنا اذا كيف نقول واتس يور فون نمبر، معناها كم رقم جوالك؟ فون أو سيل فون أو سيل، نختصر الجوال بسيل أو سيل فون. سيل يعني الخلوي، سيل فون يعني هاتف خلوي اللي هو الجوال يعني بالعامية عندنا. طيب what's your phone number؟ what's your cell phone number؟ طيب أهم سؤال تعرف وشو؟ لا هذا ولا ذاك. عارف وشو أهم سؤال؟ اللي هو what's your country code؟ what's your country code؟ what is your country code؟ وهذا السؤال بمعنى ما هو مفتاح بلدك. تخيل هذا السؤال ما تعرفه، مشكلة. أنا ترى واجهت مواقف فيه، لكن الحمد لله يعني I overcame it، تغلبت عليها وعقبها لكم بالتوفيق. أقدر أجاوب على هذا السؤال وأقول My country code is، أنا بعطيكم طبعا مفتاح السعودية أكيد، My country code is 00، لأنها صفرين جنب بعض، ولا 00966، يا هو يا متعلمين 00966، ثم أنت تعطيهم رقمك. نعرف أننا ما نبدأ بالصفر، نبدأ بالخمسة على طول، وكل واحد يقول رقم. نصيحة خوية، تدربوا على الأسئلة هذه وأجوبتها إلا ما يأتيك يوم وتحتاجها، صدقني.